الجر. يلا 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 شلح. قطعنا مشوار والله، قطعنا تقريبا 3 ساعات وبنرجع ساعتين لطرابزون او ساعه ونص تقريبا، والله ما ادري. عاد معمار الصيانه 3 ساعات. احلى يوم كله. طبعا بنعطي اوزنجول فرصه، بنشوف تحت اذا والله في حياه بنقول اوكي ممكن. يعني شوف ها اعمال صيانه، تخيل نايم هنا، تخيل كوخ تسمع صوت الدريل ذا. شو 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 في الدريل، تخيل تسمع صوته وانت نايم. شارع متدمر يوك. بس شف اوزنجول والله انها حلوه. ازعجني حمود الاسبوع اخرتها كذا يا رجال. جميلة. بتشوف بتشوف اصبر اصبر، حلوة هي حلوة بس ان حظك خايس يا رجال، وجهك وجه نحس. يلا 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 مشينا مشينا بس مشينا. الحين ركبنا، بناخذ لنا لفة نشوف القرية ان شاء الله يا رب. قولوا يا رب ان فيها ناس. والله مالي خاطر اضرب لي 3 ساعات ساعتين ونص تكفى. والله العظيم شوف 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 الشارع مو بقادر يرجع الحين، يطلع الشارع الثاني. احلف شوف الشارع ذا مكسر. في 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 ناس ابشكم بس اتراك. لا في في واحد شفته مسكين. مسكين؟ مسكين كسر خاطره. هو الوحيد ما زوجته. ضر جايين شهر عسل. سلامتكم سلامتكم. احلف. والله العظيم. صار مسكين. على طول. لا والله والله انخذلنا الصدق، والله انخذلنا. انخذلنا مو في المكان، في الوقت. الوقت غلط. احس اني تسرعت شوي، احس اني تسرعت. ها حسيت والله فيها، والله فيها بشر، والله فيها عرب، بس انا ساكنين اخر الدنيا يا ولد. اسمع اسمع، غيروا غيروا الفندق، غيروا الفندق، خلوه قدام شوي، غيروا غيروا الفندق. الله الوحكة، في محلات ما شاء الله وناس وبشر وامور طيبه. ناس وبشر، وين الناس والبشر؟ شوف هناك هناك. وين يا اخي انت جيت خلاص تراك انت الان في وقت الذروه. طيب شو مشكلة؟ شوف الناس يعني الوقت اللي ما مو بذر والله ما تشوف الا ذباب. الناس الناس موجودين والمحلات هذا يكفي خلاص. احنا نروح احنا نقعد قاعدين، انا خليت بكذا. يكفي هذا يكفي. والله ما لكم لو تبون تناموا في النهار خلاص انتهى. يلا دوروا دوروا الفندق زين، دوروا الفندق زين، دوروا الفندق زين. انا ارقد في المسجد اليوم، رقادنا على كيفك. ارقد في المسجد سواد في طحنكم انا على النهار على طول. طول طول مسجد على النار يرقد فيه صاحي. جزء كبير من المحلات مقفلة، جزء كبير. بس ما أدري والله أكمل ولا أمشي. هذا المكان طبعاً وقت الذروة والله مالك موطر رجل، السيارات بريك 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 ما تمشي. بس اليوم لا والله. ها تبي ناخذ قسم الراحة أبو خالد، نبعد عن الزحام، نبعد عن الزحام والقروشة. ما عندنا مشكلة. ها نبعد يلا. والله أنا ما أدري. خلنا نروح الحين. تبون الزحام وكذا يعني؟ الروح تبي الروح يا اخوك. ها خلنا نمشي قدامك نحصل شيء، خلنا نعطيهم فرصه. الحمد لله لقينا محل ايس كريم فاتح. مالكم الا كاكاو وتو طال عمركم وبستاشيو. ما شاء الله تبارك الله. هذا واحد يسأل يقول من وين شريت الشوز او الجزمه وانت بكرامه؟ من نيويورك ماركت برادا. الكومنت هذا جايني من زمان، ليتني قاريه ليتني قاريه والله ما دريت. لكن بنمشي ان شاء الله الى طرابزون ان شاء الله، دامنا قريب الحمد لله يعني ساعتين ثلاثة. زين زين مو باكثر. ثاني كومنت اقراه بخصوص الشو. انا عندي 2، واحد لونه احمر وواحد لونه كحلي. الكحلي هذا هو صراحة شيء ابداع بالخامة صدق، وانت بكرامة طبعا. وصلنا الى طرابزون وتحديدا الغرفة الحمد لله، نبغى نريح والله تعبنا. هلا 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 ابو خالد. هلا هلا بالسنع يا ما شاء الله. رحنا لوزنجول ودورنا وحطنا وسوينا وفعلنا. تعبانين بس ترى ما انت بنايمين. ترى بنطلع. وين؟ بنطلع بنروح قهوة تمشى نشوف لنا شيء. قم خريح وبكره بنطلع الصبح يا ابن الحلال. جايين ننبسط صح ما غلطان؟ طيب. تأخرنا تأخرنا ما تأخرنا ما تأخرنا. خلاص مشي خلنا نطلع. ادري انكم ودكم تنامون. شو اشوف شو؟ وجهك غضب. ليه غضب؟ انا ما غمض. انت يبيلك اول شيء حلاق. ايه. تحلق دقنك وتحلق شعر راسك وتضبط امورك. واذا امكن بقول لك شيء بعدين. وش؟ بعدين ما اقدر. وش؟ بعدين بعدين. وش؟ خله 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 ساكت يجيب العيد ده على طول. لا لا ما نبقى. لا لا
هذه غرفتي زي ما تشوفون، صغيرة لكنها أحس إن فيها هدوء، فيها راحة، بس مع العيال ما في، ما ظنتي هدوء. وحاصل لك جاريني ها طالع. يلا قوم مشينا. أصبح نشحن جوالات لنا 7 ساعات بالسيارة. والله البنش. والله البنش. 9 ساعات. 9 ساعات؟ السيارة. الساعة 9 بدي 10. شو؟ الساعة كم؟ الساعة 8. من الساعة 11 احنا طالعين من الفندق. من جدك والله؟ والله قسم بالله غادي تشتغل بعد، نبي شاي نبي قهوة ما يبايده. اليوم أبد ما نمت زين. وفوق هذا كله خط، يعني خلاص تراني منهك مرة، واعذروني والله ما صورت شيء أبد اليوم. ايش فيك؟ ايش الغريب في سنباتي بالضبط؟ لا في شيء قلته غريب. وش قلت؟ شم منهك؟ منهك يا تعبان. مو مهلك هي؟ منهك منهك. منهك هي ولا مهلك؟ هذا ما يعرف عربي ذا ولا ايش هذا؟ حضرت انت؟ خلهم يصححون لك. منهك. ها؟ منهوك جسديا. ايه منهوك. مو مهلوك جسديا. منهوك مهلك. منهك ما ترى قاعد اشرح شيء غبي والله العظيم. لا يعني المفروض تعرفه. انت اللي انتبهت علي. ايش ثاني؟ شفتك تسوي كذا. بطارق شاري اغراض جديده غير الاجراس اللي شراها ذاك اليوم. جلست عندي. لا هذه مع الاغراض القديمه. ما يعني جمعتهم. حطيتهم في كيسات. يلا وري. حطها هنا. حطها هنا. يلا حطها هنا. وش تتوقع هذا؟ وش ذا؟ عنكبوت؟ اللي يطلع عنكبوت صح؟ انا احس شيء يروع. اي. شيء يروع، شو شيء يروع. اخلص من جدك عمود. كيف يقطع بليسك فاغر ذا. طيب خلاص خلاص. فريتها لازم تفرها ابو خالد، لازم تفرها. ايش فهمك انت؟ هذا سؤال حبيبه، هذا حق حبيبين يشغلها وكذا. يلا يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده. خلاص اللي بعده. اوريكم المنتج اصبر. شكرا. بدخله في الكرتون. فاضيين لك المتابعين تدخل في الكرتون. اخلص. عجيب. هذا ترى شفناه. بعد؟ بعد؟ لا 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 قديم شفته ذا شفته خلاص حطه خلاص يشيك اذا هو عدل مو بعدل. ممكن ما كان الكاميرا تصور ترجع. ايوه وش ذا؟ حطه طوكيو هذه ولا وش؟ ما يدري. حلو. حطه هذا ما ادري تعطيه الشغاله وش بتسوي. عندك فلوس ما ادري وين توديها انت، ليش سالفتك؟ خلينا نشوف النهاية. دي والله ما ادري وش. طيب صندوق مغطى. شوف ورنا. شوف ساعة بس شكل ثاني يعني. اوه حلو يابانية. يلا انسى نزل. يلا ما له داعي تحطها في الكرتون بسرعة، المتابعين مو فاضيين لك. بس جينا ذا الحين الى محل هوت دوغ، نبي النقنق. نبي النقنق ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي حلي تركيا انها بلد مسلم ابو خالد، لا تخاف. حلال ولا بحلال؟ ما اكله. ما تاكله؟ ما عمري ذقت. مره ما عمري ذقت حياتي. طب جرب. لا بحياتي جارب. شنو؟ لا والله ما اقدر. ما تقدر؟ ما قبل شكله. هذا حقنا؟ حقنا. يلا. نو مشكلة ما يعرفون عربي ولا يعرفون انجليزي. كيف اوكي. شفت فكرة عجبتني مرة. هذه موجودة عندنا في السعودية في شقرة. الفكرة هي عبارة عن شنو؟ زبالة وانتم كرامة او سلة تحت الارض بحيث انها ما تشوه المنظر. زي كذا تجي سيارة الزبالة ذي او تريلة وتشيلها وتفضي من تحت.